الدنمارك تونس الدور الجولة الأولى نهاية كأس العالم قطر 2022، وشاهدنا مباراة اللي كانت قوية جدا، مباراة كانت في القمة يعني، وشاهدنا مباراة كانت الحوار تاعها تكتيكي خاصة في وسط الميدان، لاعبين وين قدموا خاصة تونس، وين زي نقولوا بلي تونس يعني ضيعت فوز يعني، خاصة وين في الشوط الثاني وين عطات درس يعني في كرة القدم للدنمارك يعني. شاهدنا وين الدنمارك اللي دخلوا بثلاثة خمسة سنين، شاهدنا وين قادرين المدرب تونس اللي دخل بخطة 3-4-1 يعني، وين نسبة استحواذ يعني مثلا 57% نسبة استحواذ الدنمارك 43%، لكن نقولوا باللي تونس وين ضيع الفوز في الشوط الثاني يعني، ضيع الفوز في الشوط الثاني. شأن في تشكيلة الدنمارك شمايكل يوكام، شأن سيمون، شأن إيدرسون رام يعني، وين جوكام كريستيان يعني، وين نقولوا بلي توماس كاسبر اندرياس، شأن ماتيس يعني في الشوط الثاني، مايكل دخلوا في الشوط الثاني، اندرسون شأن ياسبر يعني. لكن تونس وين دخل بأيمن دحمان، منتصر الطالبي، ياسين مرباح، ديلان محمد يعني، شأن علي العبدي، إلياس الصخري، عيسى العيدوني اللي لعب 88 دقيقة في أعلى مستوى جدا، أنيس بن سلمان، يوسف المساكني، عصام الجبلي، وشأن دخول كذلك الوجدي، دخول فرجاني الساسي، طه يعني ياسين يعني، ونعيم سليتي، وشأن وين الوهيب الخزري اللي ما لعبش هذه المباراه يعني، وين راك تشوف يعني كي نقولوا الخزري يعني بكاس، ما كناش ننتظروا بان الخزري سوف يكون في نقولوا باللي في الخزري سوف يكون في الاحتياط، رغم ان شاهدنا وين اداء كبير رجل المباراه، نقولوا باللي هذا يعني العيدوني اللي قدم مباراه كبيره في هذا في هذه المواجهه امام الدنمارك يعني، مباراه من اعلى مستوى. هذه هي المباراه اللي نقولوا باللي التونسيين عرفوا كيفاش يسيروا المباراه يعني، تشوف مباراه اللي كانت قويه رغم ان امام الدنمارك، ما ننساوش امام الدنمارك يعني مستوى تاع الدنمارك يعني، شاهدنا كيفاش وين وصلت في كاس امم اوروبا، شاهدنا اليوم وين تونس يعني بلاعبين يعني ما نقولوش لاعبين كبار، لكن الحراره والقلب هو اللي يخليك توصل ابعد نقطه، والتاكتيك دو جو تاع اللعابه تاع المدربين يعني، خطط تكتيكيه تاع مدربين جهنميه. هذه هي المباراه وين شاهدنا وين الجولة الأولى يعني الدنمارك تونس نهاية كأس العالم قطر 2022. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو باش ديما معكم بجديد، ونمشي أبوني، يدخل أبوني معنا، صحيتو خاوتي وربي يحفظكم.